صحابك. يلا نشوف الطاقة المسيطرة عليك يا دلو في الفترة من 4 ل 15 ديسمبر. إن شاء الله طاقة خير، إن شاء الله كده اللي أنت عايزه يتحقق يا دلو. أوكي، ناخد واحد عشوائي ونشوف طاقة نايت أوف بنتكل. يا سلام، أنت عارف قيمتك، أنت عارف إن أنت كنز، وإن الشخص اللي هيبقى معاك هيكون سعيد جدا. أنت عندك ثقة في النفس الفترة دي بإن أنت مقدر نفسك، عارف غلاوتك، عارف إن أنت شخص هتسعد أي حد هيكون معاه. لو أنت في علاقة عاطفية، أنت عارف قد إيه أنت بتدي العلاقة دي حب، اهتمام، إخلاص، طاقة إيجابية. أنت لو عازب، عارف انت ازاي تقدر تدي الشخص اللي هيكون حبيبك حب واهتمام وامان واخلاص. انت عندك ثقة في النفس وثقة في سعاد حبيبك، فانت مش قلقان، مش قلقان لو انت عازب، ومش قلقان لو انت في علاقة عاطفية. الثقة اللي في النفس دي مخليك شايف كل حاجة حواليك حلوة. وبالفعل انت مدام شايف كل حاجة حواليك حلوة، عايز اقول ان من قبل ما ابدأ القراية واضح ان في تقدم عاطفي وفي خير كبير قوي جاي. طاقتك مسيطرة أصلا يعني. بس يا جوزاء، أنت عارف، سوري، بس يا دلو، أنت عارف إن في خير جاي لك، وعارف إن أنت تستاهل كل خير. أنا غلطت وأنا بقول الدلو، أنت الدلو مش الجوزاء، اتلخبط. ماشي، عشان ما تسألونيش دلو ولا جوزاء، لا ده دلو. بسم الله، ماشي يا دلو. ها، يا سلام، لسه بقول لك انا ذا هاي بريست. ماشي، هنزل واحد تاني. انت جايلك سيفن اوف سورد، وجايلك سيفن اوف ووند. احب اقول ان انت على قد ما تقدر الفترة دي يا دلو بتحاول ان انت تسيطر على اعصابك. في اشياء كتيرة قوي مخلياك عايز، لو انت في علاقة تخرج منها، ولو انت في حياتك العاطفية في مشاكل عايز تهرب. انا شايفاك مش عايز تواجه المشاكل الفترة دي. السيفن اوف وند والسيفن اوف سورد دي اشياء انت عايز تتجاهلها. يعني هقول لك ووضح لك ان ممكن تكون انت شفت بعض العيوب في حبيبك، او حصل بعض المواقف خلاك كده مش مطمن من حبيبك، او حاسس ان هو ابتدى يخبي عليك حاجة، ابتدى يكون في سر ما بينكم. ده اللي انت حاسه، وده اللي مخليك مش عايز تواجه ده، مش عايز تواجه مشاكل، مش عايز تواجه تفكير سلبي. ليه؟ لان انت طاقتك ايجابية الفترة دي، انت مش عايز اي سلبيات. حتى لو السلبيات دي هتخليك تداري وشك او تدي ظهرك لمشاكل. ده اللي انا شايفاك بتعمله. شايفاك كمان ما عندكش وقت ان انت تضيع وقت كتير مع اي شخص بيحاول ان هو يكسر من مأزيفك. يعني ايه يكسر من مأزيفك؟ شايفك هنا ان انت عندك طموح كبير قوي، عندك نقط ايجابية عايز تنفذها، عندك خطط عايز تنفذها. شايفة ان في نوع من الاحباط من اتجاه الحبيب. واضح ان انت حاسس ان انت سجين الشخص ده، او كل ما بتحب تقف على رجلك، كل ما بتحب تعمل اي حاجة لمستقبلك، الشخص ده بيحبطك. ده برضو شيء انت مش عايز تسيب العلاقة. انت في مشاعر حب ليه، انت في مشاعر ممكن تكون عشرة، لكن انت مش عايز الشخص ده يفضل يدفعك لان انت ما توصلش لهدفك. فاللي انت متضح لي اللي انت ابتديت تعمله، وتدي ظهرك للشخص ده، ما تسمعلوش وتنفذ اللي انت شايفه في مصلحتك مهما يكون رأيه هو ايه. ذا هاي بريست، عندك روحانيات عالية جدا،
وروحانياتك العالية مخلياك تكون شفاف. يعني لما انا بقول لك انت حاسس ان حبيبك مخبي حاجة عنك، ده لروحانياتك العالية. روحانيات عالية عندك نوع من الصبر الفترة دي، الصبر مسيطر عليك، طولة البال ماشي، وطولة البال والصبر هي اللي مخلياك تخرج من المواقف ما توجههاش، لان انت مش عايز مشاكل، انت عايز سلام الفترة دي. وذا هاي بريست هنا لو انت عايز بيكلمك وبيقول لك انت في نوع من الاستسلام شوية الفترة دي يا دلو. الاستسلام اللي انت عامله ده يعني نتيجته مش في مصلحتك. بلاش تستسلم للظروف، بلاش تستسلم للنقط السلبية، بلاش تستسلم لعلاقة مثلا أزعجتك أو علاقة كانت سلبية وقررت من بعد العلاقة دي تقعد شوية عازب. لا، ما تستسلمش للظروف، ولازم تقف وتواجه الظروف، بلاش تهرب. لأن هنا أنا واضح إن ممكن برضو لو أنت عازب الهروب من العلاقة أو الهروب من الموقف، أنت بتهرب من تغيير الموقف اللي انت فيه. ايه الموقف اللي انت فيه؟ انت عايز، مش عايز تتعب نفسك، مش عايز تدور على شخص ويطلع مش مناسب، مش عايز تخش في علاقة وتطلع 100% ما فيهاش اي تفاهم. طب انت هتعرف ازاي لو انت مجربتش؟ فده اللي مطلوب منك كده، ولازم تجرب، لازم تقسى على نفسك شوية، عشان السعادة اللي انت بتدور عليها دي سعادتك مش سعادة الشخص بس. طب ما بتبحث على شخص عشان تسعده انت ما تكونش سعيد؟ لا طبعا. الكوين اوف سورد هتكون يا دلو متحكم في حياتك العاطفية. هتقول اه وهتقول لا، هتقول ينفع نكمل مع بعض او لا العلاقة دي ما ينفعش نكمل فيها. هيكون عندك رأيك وقرارك ومش هتراجع في الامر ده. هتقرر اذا كانت العلاقة اللي انت فيها دي علاقة تستحق وقتك ومجهودك ولا لا. هتقرر اذا كان الشخص اللي انت معاه في الوقت الحالي شخص مناسب، شخص انت شايف نفسك معاه بقية عمرك ولا لا. دي القرارات اللي طالعة من قلبك، وهتكون حاد جدا مع نفسك. يا ريت نفس الحدية اللي انت واخدها لحياتك وانت في علاقة تاخدها في حياتك وانت عايز بيدلو، لان انا شايفاك مهمل نفسك شوية في حياتك العاطفية لو انت عايز. اوكي، خلينا ناخد كارت نصيحة عاطفية ليك يا دلو في الفترة من 4 ل 15 ديسمبر. نطلع عشوائي. بص انا True love. This is the romance of a lifetime. يعني في حب حقيقي، في حب جاي ليك، في بالفعل حب حقيقي في طريقك الفترة دي. الحب اللي العلاقة العاطفية اللي انت فيها دي ممكن يكون حب حياتك، ممكن دي العلاقة اللي انت هتكمل فيها بقية حياتك. لو انت عازب الشخص اللي انت مكسل او خايف تدور عليه، الشخص ده ممكن يكون ده هو ده حب حياتك يا دلو. بلاش ندور وشنا، يلا نواجه، لان في حب حقيقي في انتظارك، في شخص مميز جدا منتظرك، منتظرك تسعده، منتظرك تخليه اسعد شخص على الكوكب. ماشي، يلا نشوف في ايه تاني معانا يا دلو للفترة، احنا قلنا من 4 ل 15 ديسمبر. بسم الله. King of Swords و Page of Swords و Queen of Wands. ماشي يا دلو، في أكتر من شخص هيكون في حياتك الفترة دي. يعني واضح لو أنت في علاقة عاطفية، بالفعل أنت في علاقة عاطفية، في شخص من الماضي جاي في طريقة، أو شخص أنت هتقابله جديد. هتكون في وقت المقارنة. واضح لي ان لو انت في علاقة عاطفية وقابلت شخص جديد او شخص من الماضي، العلاقة العاطفية اللي انت فيها دي ممكن تكون علاقة لسه مبتدية، لسه العلاقة دي ما بقتش العلاقة اللي انت مش عايز تغيرها ومش عايز تتنازل عنها،
ممكن يكون انت لسه متعرف على الشخص ده، اللي ما بينكو كده مجرد تعارف، لسه احاسيس الحب ما دخلتش قلبك، بس شايفاك قاعد وبتقارن، شايفاك ان انت موافق ان انت تكون بتكلم شخصين انت ما توهمش حد فيهم، ولكن انت عايز تختار الافضل ليك، انت تعمل مقارنة. بيج اوف سورد، ده شخص بيراقبك بقاله فترة على فكرة يا دلو. الشخص اللي بيراقبك بقاله فترة ده هيبدأ كلام معاك في الفترة دي، يعني اعرف ان في شخص ما بيراقبك، ممكن وانت برج ذكي قوي، يعني ممكن تكون انت عارف ومتأكد مين اللي بيراقبك، ممكن انت عارف وبتشاور كده على الشخص ده، انا عارف ان الشخص ده بيراقبني بقاله فترة، الشخص ده هيتجرأ وهيجي وهيفتح كلام معاك، هيحاول ان هو يوضح لك مشاعره، شايفة في قبول منك، شايفة في يعني طريقة كلاسيكية جدا ان انت تتواصل مع الشخص ده. في حال ان انت مرتبط انت هتستأذن نفسك بكل الشياكة، وفي حال ان انت عازب انت هتحاول ان انت تدي الشخص ده فرصة وتشوف ايه الخير جاي منين، لو انتم مناسبين لبعض او لا. كوين اوف سورد، احنا معانا كوين اوف سورد و كوين اوف وند، يعني بالوضوح كده اقولها لكم بالمعنى الواضح ان برج الدلو المرأة هي الفايزة الفترة دي، هيكون في تحديات كتير او بس انت هتفوزي عليها يا مرأة الدلو، هيكون في اشخاص بتحاول تقف في طريقك، اشخاص بتحاول ان هي تكون انت، بس انت الفايزة. يعني لو انت في علاقة ثلاثية، لو انت في مشاكل مع أسرة حبيبك، لو انت وحبيبك في مشاكل من أي نوع، انت اللي هتكون فايز في المشاكل دي. شايفاك فايز، مرأة دلو ليها حظ كبير الفترة دي، لأن عايز أقول كل الظروف هتكون معك، فاستغل الظروف دي. ماشي، خلينا ناخد كارت نصيحة عاطفية تاني ليك يا دلو، كاملين القراية العاطفية من 4 لـ15 ديسمبر. بسم الله، ناخد عشوائي ونشوف بيقول ايه. بيقول reconnection، someone from your past is returning to your life، شخص من الماضي راجع. قلت لك هنا ان الشخص التاني ممكن يكون من الماضي، هنا بيأكده او بيقول لك ان في شخص من الماضي ممكن تكون بتفكر فيه، ممكن تكون نسيته، ممكن تكون منتظر، وممكن تكون مش فارق معاك، بس في شخص من الماضي راجع وهيتواصل معاك، شخص من الماضي هتقابله هتتكلموا، في هيكون في ما بينكو تواصل، هيكون في ما بينكو كلام شد وجذب، ضحك ولعب، يعني ممكن تكون أي حاجة من الحاجات دي، بس هيكون في تواصل معاك ما بينك وما بين شخص من الماضي بإذن الله. خلينا نشوف في إيه تاني، نزل لك كده كارتين ونشوف في إيه تاني جاي يا دلو. قايلة لك من الأول إن في خير كده، أنا شايفة الخير من قبل ما أبدأ القراية. طق طق، إيجابية إيجابية ورزقك كبير إن شاء الله. أوكي، لسه بقول لك زي ماجيشن، وجايلنا كمان 6 اوف بنتكلز. 6 اوف بنتكلز، انت هتقدر تقف على رجلك، ويعني ده كارت الانتصار. 6 اوف بنتكلز ده، انت تعبت كتير في حياتك، تعبت في حياتك العاطفية أو في حياتك بشكل عام. السكس اوف بنتكلز بيقول لك ده وقت الراحة والاستجمام، هيجي لك سلام وأمان الفترة دي. لو في أي حاجة في حياتك العاطفية واقفة في طريقك، ما تفكرش فيها كتير لأنها هتتزال من طريقك، يكون في استقرار زي ما قلت، هيكون في سلام وأمان ليك يا دلو. زي ما جيشن بقى، نتكلم عن الشخص اللي لو انت لسه مقابل شخص انا هتكلم عليه، ولو انت لسه هتقابله او انت في علاقة عاطفية، اعرف ان الشخص ده مخلص، اعرف ان الشخص ده كل هدفه ان هو يسعدك،
اعرف ان الشخص ده لازم تثق فيه، لان الشخص ده يستحق الثقة. الشخص ده هيجي يقول لك كل حاجة عن حياته. الشخص ده عايز يستقر، الشخص ده بيدور على الاستقرار، ولما هيشوفك او لو هو معاك بالفعل دلوقتي حان الوقت ان هو يعترف ويقول لك قد ايه ان هو عايزك في حياته، وقد ايه ان انت مغير له حياته ومخليها اسعد. الكلام ده هتسمعه جدا، والكلام ده هتعرفه وتكتشفه بإذن الله الفترة دي. شكرا ليك يا دلو، واتمنى لك الخير والسعادة بإذن الله. لو لسه ما عملتش الفيديو لايك، يا ريت تعمله لايك وشير لاصحابك.